جيت من استراليا ومن بالضبط مدينة سيدي علي. الله يبارك فيك. مرحبا بك هنايا. الله يبارك فيك. كيف الأجواء هنايا؟ والله أجواء روحانية، كنا زعما حاجة زعما إضافة للوطن وللأمة الإسلامية. أول زيارة لهنايا؟ أول زيارة للمسجد الأعظم، هذا أول زيارة. والله حاجة عظيمة، زعما نفتخروا بكوننا جزائريين وراء عندنا معلم تاريخي ومعلم ديني ويكون زعما ثقافي وسياحي في نفس الوقت ان شاء الله. والله نقول لهم لكل الجزائريين وكل الامه الاسلاميه ماذا بهم يديروا زياره هذا المسجد، هذا ان شاء الله مسجد عظيم وراها زعما حاجه اضافه للبلاد هنايا، ونفتخروا به ونحافظوا عليه. حافظوا على المكتب هذا، نحافظوا عليه ان شاء الله. هيا بارك الله فيكم، صحة فطوركم صحة رمضانكم. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.